نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني. وناقشت الجلسة الأولى من الصالون ملف التعليم قبل الجامعي، حيث تناولت عدة محاور، منها أهمية قرار الرئيس السيسي بقيام الحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني. التعليم أهم حاجة في أي دولة. أنا النهاردة لما أعمل مجلس قومي أو مجلس أعلى للتعليم والتدريب، أنا بقول على الأقل خالص هقدر أكون منه مجموعة معينة تساعد في إدارة العمليات التعليمية في الدولة. المجموعة دي هيبقى فيها 90% منهم مش من المهتمين بس، أكيد هيدخل فيهم مجموعة من أولياء الأمور، هيدخل مجموعة من العاملين على التعليمات التعليمية نفسها في مصر، مجموعة من السادة أعضاء كليات التربية خاصين بالمناهج، بالناحية التربوية، بالناحية الدراسية للطلبة، بالناحية حتى الإدارية في التعليم، هيفرق معانا كتير جدا. عندنا مجموعة من التحديات مهمة جدا موجودة على الساحة، ان احنا ما عندناش رؤية واضحة ولا سياسة تعليمية واضحة. الوزارة او المؤسسات المعنية بعملية التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعي بتشتغل من خلال، فهنا كنا محتاجين كيان يحط لي استراتيجية وطنية. مين اللي هيحط الاستراتيجية الوطنية؟ المجلس الوطني للتعليم. وفي الحقيقة احنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متفقين تماما مع فكرة ان احنا يبقى عندنا مجلس وطني للتعليم، ولكن لنا رؤية كده في أدواره. أول حاجة أنه يتمتع بالاستقلالية، تاني حاجة أنه يضع السياسة ويساعد على تطويرها بشكل دائم. بالنسبة لتوصيات التعليم الفني، طبعا في البداية تكلمنا عن تحديث المناهج، وان انا يكون عندي تقييم مستمر للمناهج وفي بعض التخصصات، ايه قد ايه مدى مواكبتها للتطور الصناعي والتكنولوجي. زي ما حضرتك كنت بتتكلم معايا النائب، ان احنا دلوقتي المصانع شغاله باحدث تكنولوجيا، طب وانا المناهج واللي انا بعلمه لاولادي في المدرسه ايه مدى تطابق ده مع ده. فاتكلمنا كمان ان انا يكون عندي بصفه دوريه سنويه تقييم كده للشعب، وهل انا محتاجه الشعبه دي السنه الجايه ولا ممكن اخد راحه من الشعبه دي واستحدث شعبه جديده، فيبقى التقييم ده هو المؤشر ليا لاستمرار الشعبه من عدمها.